اسمك؟ يوسف العابد الحجي. من زيادية. فورديغيتس. من صلب. من وين أنت؟ تابع للذب. من جسر الشغور. من زيادية. جسر الشغور حدنا أنا نقول أقول جسر الشغور. جسر الشغورين شرشانة زيدية. زيادية. زيادية. مواليد أي سنة؟ مواليد 1980. متزوج؟ متزوج إيه، عندي 5 ولاد. إيش قالوا لكم؟ ليش جيتوا لهون؟ قالوا لنا لهين اللي تيجي لهين ياخذ 2000 دولار بالشهر. كل شهر تقبضوا الراتب، قبل الشهر ما تقبضون. ليش جيت أنت عشان تحارب هون؟ جينا لهين نذبح راس الكفار. إيش وعدوكم مكافآت إضافية؟ إضافية ما أعطونا شيء. كل بس كل آخر الشهر يعطون 2000 دولار. وش وعدوكم بالمكافآت؟ إيش قالوا لكم إنه إذا شو عملتوا؟ إيه قال بس كل واحد يشوف عمله ويشوف شغله يعطون مكافأة. بس إحنا بعالم مثل ما يقول طالع وتروح وتجي، إحنا هاي أول مرة نطلعها بشباب. إيش المكافأة؟ مقابل شو يعطوكم مكافأة؟ مقابل تشوفون عمله. إيش إيش عمل؟ اللي يذبح راس واحد كافر ياخذ 100 دولار. يعني كان في توجيه انه انتو تقطعوا راس وتقتلوا الناس. ايه.